ان اول حاجه الزوجين لازم تسمع منه وتقعدوا تتكلموا انتوا مع بعض الاول، يعني تشوفي رايه في الامر ده ايه، والوقوف على الحاله الصحيه، حالته الصحيه ايه، حالتك الصحيه ايه، الامر الدنيا بتتم ايه، العمليه الجنسيه كامله. النقطه الثالثه توصيف حالتك انت بقى كشخص. ما ينفعش بس احنا في جروبات بقت متخصصه في الكلام ده، كل واحده بقى تشوف ايه وتطبق ايه وتعمل ايه، وده بيحصل فيه مشاكل كتير. ما ينفعش يا جماعه اللي ينفع لحد ينفع لحد تاني. فهنا الاساس في التوعيه والمواجهة والمصارحة. ما تجيش واحدة زي ما بقولك كده هو فهمها كده وهي فهمت كده، وبعد كده لما حصل خلينا هي بتقول يعني أنا فاهمة أن هي ده مرة شهريا، هو قال أن ده الاكتفاء وده الطبيعي. طب إزاي؟ طب هو ما أنا هسأل مين؟ فهي دي المهم، التوعية والفهم والوقوف على الحالة والمصارحة، لأن النساء ومجتمعاتنا العربية بتخجل تكلم زوجها في حاجة زي كده عشان ما يتقالش عليها أن هي مش مهذبة.